بعد أن عرفنا وإياك عزيزي الدارس تعريف المد وحروف المد الثلاثة، ننتقل وإياك إلى أقسام المد. المد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى المد الأصلي، والقسم الثاني هو المد الفرعي. المد الأصلي بما يسميه بعض العلماء المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، نحو قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى. لاحظ معي، لا نحتاج إلى سبب حتى نمت، إنما هو لا تقوم ذات الحرف إلا به. لاحظ معي عندما نقرأ هنا أعطى واتقى: فأما من أعطى واتقى، نمد الحرف بدون سبب، ولذلك سمي مدا طبيعيا أو مدا أصليا. القسم الثاني من أقسام المد وهو المد الفرعي، وهو المد الزائد عن المد الأصلي. لماذا نمده مدا زائدا؟ بسبب الهمز أو السكون. والمد الفرعي له تقسيمات عدة سنعرفها وإياك فيما يأتي. أقسام المد الفرعي: أولا، ينقسم المد الفرعي إلى قسمين، أو يمد بسببين، الأول بسبب الهمز والثاني بسبب السكون. إذن المد الفرعي هو زائد عن المد الأصلي، وهذا المد الزائد عن المد الأصلي يمد بسببين، بسبب الهمز وبسبب السكون. بسبب الهمز ينتج عنه ثلاثة أقسام للمد الفرعي: الأول مد البدل، ومد الواجب المتصل، ومد الجائز المنفصل. وبسبب السكون أيضا له ثلاثة أقسام: العارض للسكون، ومد اللين، والمد اللازم. والمد اللازم ينقسم إلى قسمين: مد لازم كلمي، ومد لازم حرفي. الكلمي أيضا من المد اللازم بسبب السكون، من أقسام المد الفرعي، ينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول المد اللازم الكلمي المثقل، والمد اللازم الكلمي المخفف. والحرفي كذلك ينقسم إلى قسمين: المد اللازم الحرفي المثقل، والمد اللازم الحرفي المخفف. وسنعرف وإياك تفصيلات هذه الأقسام جميعها فيما سيأتي. وقبل أن ننتقل عزيزي الدارس إلى شرح هذه الأقسام تفصيلا، أود أن أنبهك إلى أن تحفظ هذا الشكل الذي تراه أمامك الآن، حتى يسهل عليك فيما بعد فهم أقسام المد الفرعي.